السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم جددا في الحلقة الخاصة زنقة الخاصة تجربة العاب ماراثون الحلقة السادسة. نبدأ للأسف في الفيديو، أنا بالغلط كنسلته في النص. اللعبة دي أنا قد اختبرتها بس من اختبار من جديد، اسمها شجرة اكس جليد أو تري ان ايس بدل ماي فيرسز من مبزي. فالقصة هنا يرجع وضع اللعبة في ملء الشاشة. لقد مر وقت طويل منذ أن عانى الناجون من الأرض المنسية الذي يرون أنهم عاجزون، لكن شبابهم. فوضعية السؤال شوي غريبة والخط مرة صغير في الصفحة. غرزوا فيهم علم الشجر والسحر منذ الصغر، والسحر لا تكفرنا، وها هم عائدون. اوكي القصة شوي غريبة، فنعمل ملء الشاشة. القفز من W. انا اقردي لعبت اللعبة وخلصت المرحلة دي، او ما في له بوس واحد للأسف الشديد. يعني في تعليمات كيفية التحكم. القفز هو اللي خرب اللعبة دمار شامل، لأنه لو أعص فوق. Is it getting better or is it just me؟ Actually هالمرة أفضل. بسرعة ينط على اليمين. Actually يوم شغلتها هالمرة كان نط أسرع مرتين تقريبا. Still it's horrible but أفضل من قبل. I don't know what happened but actually التحكم شوي أسهل الحين. I don't know what happened. للأسف التصوير طار. أو يمكن أتعود على النط، الله أعلم. It might be. بغض النظر عمر حمود. اوكي نكنيم حقه مبزي، اقدر اسجل اسمه هنا عشان لما اكتب الوصف الفيديو اكتب اسمه. تم دعوة مقابل ترخيص مجاني او بموجب، سأقوم بإضافته في الصفحة على صحة السلامة. الصوت مثل الرسم، مستعجل لخلص. الرجال دعاري ولا I don't know. احتمال كان في خلل. I don't know what happened بس او يمكن اتعوت على القفزة، بس اول ما اختبرتها كانت سرعتها دبل. I don't know what happened so this is much better الحين. او يمكن اتعوت على القفزة، انه المتوقع منها اني اقفز، اقدر اقفز فوق بالزاوية على طول. I don't know. بغض النظر عن ان الموضوع ما له دخل بالزنقة، it's a boss rush. اللهم اني تلعب بألف والصفحة قفلت هنا، بس على الاقل يعني اعطت فرصة ان المطور ان يجرب يطور اللعبة. حاول مرة ثانية يكون تتبع القانون، او مو القانون، موضوع الزنقة، لان هذا جزء من تحدي في الديفلوبر. لما تروح للشركة يقول لك سوي لي شخصية ديمن وترسم لهم انديد، يعني تقدر تقول يعني ما بتضل في الشركة فترة طويلة. يعني في الموضوع الزنقة يعني غرز. I know مو الوحيد اللي موضوع بعيد جدا عن الموضوع، ولكن للأسف ما اقدر اعلق اكثر من كده. One boss one fight. The jump is not that great بس على الاقل افضل من اول مرة حاولته. Keep doing the good work, keep learning and hopefully بتعمل شي افضل من كده. Next game غراز اروح من Money XP. في تنزيل؟ ما في تنزيل. اللعبة الثانية والله في كلام كثير هنا. في عالم مليء بالتلوث هناك كما هو اخطر من التلوث البيئي، وهو تلوث النفوس. ومهمتك هي غرز القيم الصالحة داخل نفوس النتنة. يعني انا سعيد جدا ان في ناس يحاولون يستخدمون موضوع الزنقة. يؤسفني ان اشوف الوصف حرفيا في الصفحة نفسها مش في الجيم، ولكن جيم جام اتفهم الموضوع عشان الناس لو تقول وش دخل الموضوع بده، اتفهم ان جيم جام. بس في الالعاب الحقيقية
صور بلاغية كل ما توصفها أقل وتراويها بالصور أو بالتعبير يكون أفضل. Move using arrows or WASD, jump with space, slide with shift and A. So let's give it a try. فغراز أروح اسم الجيم. انا شفت الرسمة دي الثمنيل في اللعبة وهذا خلاني ابي اجرب اللعبة لان تذكرني هذي بفريزا من داي الشجاع. على كل حال ما فتحت ان انا ما حبيت يكون زي بقية الدمى يطيح على راسه، ولكن هذا مش نص نار نص ماي وانما نص شجر ونص ماي. And there's a hollow وفي المزيد. العب المزيد المزيد برمجة. about محمد علي مؤي رسم يوسف عرابي، فالمفروض اكتب اسمائهم هنا. ف let's try the game. قال لي was و a و d. في عالم مليء بالتلوث، هنالك ما هو اخطر من التلوث البيئي وهو تلوث النفوس. هنالك الكثير من النفوس النتنة التي يجب غرس فيها القيم من الجذوع حتى اخر النفس. قاعد يسوي روح نينجا. قال كأنه كان في سلايد شيفت. اوكي السلاح قاعد يطير. Wait a minute. Am I doing the right thing and then المفروض اروح يمين؟ I'm not sure. Okay، في اشباك فجأة ظهرت. الجدران يتذكرني بلعبة القصر من زمان او الحرب. ألعاب القديمة على الفيجوال بيسك. vampire has risen from your graveyard. Okay. النشاط التواضع والمقاومة. الشهوات التكبر. What's going on here? الكسل. And you're serious. dude ارجع من هنا because ما دريت وش اسوي. seriously في حاجة في عالم الالعاب يسمونها علامة نص او safe point or middle point or I don't know checkpoint. checkpoint بالانجليزي احنا وصغار نسميهم علامة نص، بس بالانجليزي تشيك بوينت. هل في لها اسماء اخرى؟ I don't know. ما نام الموضوع يعني لما تقول علامة نص او تشيك بوينت او سيف بوينت والواحد يفهم ايش تقصد. That's more than enough I guess. سبيس طلع صوت. If life that easy. اعتقد الجيم ريستارت. That's it. لا لا ده دور جديد دور جديد دور جديد. يعني التحكم you can deal with it. ما
But this part is a little bit weird. That's it. Avoid and go there. It doesn't feel much. And there's nothing else you can do. Oh, you need to do. No side quest, no coins, no nothing. You just find a vampire. And avoid his desires or something. مشكلة اللعبة دي مو التوجه الرسمي او الاصوات او الموسيقى او حتى البرمجة والتحكم، انما تصميم الجيم بلاي نفسه. It's very simple. I don't know اذا كان في اشياء زيادة قدام بتصير ولا لا، بس وش سالفة الصوت؟ I don't know. هل في طريقة تدفعهم او something؟ Oh, you get screwed اذا ما عملت داش للجول. So and that's it. ثلاث مراحل. Well, at least it saved me the time in the trial. بس العناية بالبرزنتيشن جميلة، الرسم الشخصية، الكونسبت ارت. انا ما يسمونه كونسبت ارت، انا ما اقصد الكونسبت الشخصية اللي مرسوم في المنيو نفسه. How does it look like؟ يعني في effort، في effort زين نحط في المجال ده. الاختيار الالوان موفق، الخلفية لا الاشياء ثابتة سرعتها مش بس المباني نفسهم يتحكم بسرعة مختلفة. So all of this is nice. المقدمة مرة بطيئة في البداية، like انا حسيت اني قاعد اسوي شيء غلط، انا قاعد امشي 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 there's nothing. It need more. Unfortunately it need more. يعني التوجه الفني والتحكم كويس، بس ها this so far is it's not enough for a game. يعني إذا بلعب جيم حقيقي وكان زي كده المراحل حقها بقطعها من بعد ثاني دور because I'm already bored. فا yeah مو وظيفتي إني أقول لك كيف تضيف وش تضيف، إنما وظيفتي إني أقول لك this is not good enough unfortunately. Everything is good. تصميم الخرائط والجيم بلاي is not good enough للأسف. فا next game let's see the next game. Next game is اسمه Mr. Jezero. This guy is trying to be funny. حتى الصفحة الحقة من Corrodive and Organs and Tape. مهم جدا إذا مت وعدت اللعبة يجب عليك أن توقف اللعبة من خلال تاب وعد استمرار سالفة. فهذه عندهم يعني مشكلة تقنية وما عرفوا يحلوها في الوقت اللي معطيني اياه. لتوقيف اللعبة اضغط تاب وتوفى على المتصفح والويندو. مبرمج اللعبة انس عكور، والرسم والشخصيات نور عكور. Are they siblings؟ اخوانهم؟ اخو اخت؟ والصوت الموسيقى ادريان بيتانكورت. فاحتمال اسيت او واحد اجنبي يشتغل معاه. I don't know. اللي اذا كان ادريان لسه واحد عربي I don't know. مشكلة. But anyway خلينا نشغل الجيم. الصفحة بعد الويب البرزنتيشن wasn't bad but hopefully نشوف جيم بلاي لا بأس بهنا. شغل التايمر. الميوزك منخفض في الجيم which is good انه ما فجر عيني. Cutscene. Interesting. Okay. قم بالبحث عن جزر حبيبي أبو الشباب. حبيبنا أبو الشباب. What? Okay. Actually the graphics style that can be العاب القديمة which is not bad when كان لعبة حديثة.
انا تندر لا يكون السايد كويست في بانجو كازوي دو على الخمسة، ما ادري ايش كان اسمهم. اضاءة او شيء، مستخدم شيلة مع المودلز فداك شكلهم كذا صاير. انتبه من مستر ابو بصل انه لا يحب الجزر. اوكي حبيبنا والشباب، يعني لما تتكلم زي كذا تكون فاني، يعني حبيبنا والشباب. Some people will find it funny. Some people will, yeah. زين. جمع عدد كامل من الجزر، ثم اذهب إلى المزرعة. وسوف تلاقينا هناك، إن شاء الله. أنا يمكن ورا البيت. اسكت يا جزر. الحين أنت يعني ويا الجزر ولا ضد الجزر عشان تقول اسكت؟ يعني علمنا وين هو. فبقيت جزر واحدة ما ادري وين هي. ليش يقوم الجزر ما يظهر طول الوقت؟ الحين انا ما ادري كم جزر انا حصلت اوريدي. اوكي يب ناقصتني واحدة. لازم انتبه وينهم يعني كل مرة ولا بيضيعون؟ يعني هل البيت بيعرفوا يلفون اله ولا؟ اوكي ما هو برمجة الـ A بلس الحقي. سوري A ستار. ايه هذا هو. ماخذ F ماينس على الـ A ستار الحقي لا تخافون. Gameplay everyone. للأسف لم أستطع أن أكون هنا لرؤيتك، لكني قد وضعت لك جهاز تنقل لن يعمل حتى تقوم أنت بتجميع الجزر. Maybe there's more to the game. Let's see. لقد أنقذت جميع الجزر بالنجاح. استمر المرحلة القادمة. لقد تخطيت المرحلة الأولى بنجاح، لكن ما زلت بعيد عن النهاية. أوكي. هذه المرحلة أصعب من السابقة. ما يحتاج تقول لي. كأنك تقول فين يجيب على رقم واحد يعني. أصلاً ليش المرحلة الثانية تكون أسهل من المرحلة الأولى؟ That doesn't make sense. يعني مسلم المفروض تكون، ولكن no problem no problem. يمكن يبي يستفزني. كم جزر احتاج اجمع؟ خمس again. شيء ممل اني احتاج الف واشوف وين الجزر كان وراي ولا لا، لاني ما ادري يموتون يختفون يضيعون، لازم يكون وراي عشان تقل. لان امي تناديني على الغداء. انت جزر ليش تغدى؟ هل قدرة الجزر المتكبرة؟ جمع عدد كامل من الجزر ثم اذهب للمزرعة. ليش كان في كأن انقطاع في الاتصال؟ Did I collect all of them? I don't know, let's just go. فهي انك ما تدري وش كم عدد الجزر اللي جمعته ولا لا، لازم تلف ورا. سو بعض الاحيان في رقم في الهاد يظهر، بس اعتقد اول ما تاخذ الجزرة. بس المفروض العدد، ما انا مهمة اللعبة دائما وابدا يعني، المفروض العدد يظل الشاشة عشان اعرف هل جمعتهم ولا لا. ليش اختفي بس او لا بسرعة بعد. الشيء الثاني الخرائط اوريدي مفتوحين بكف كبار بكفاية، والطريق ده امن اللي برا المدينة. ليش اللاعب يروح فصل المدينة إذا كان يقدر يروح يمين المدينة أو يسار المدينة والمكان آمن؟ البصل دائما يعني I will be only an idiot to go there and get myself captured by them. فالماب ديزاين يبغى له تعديل. اللاعب ما عنده أي سبب
انه يروح يتقرب من البصل. الجزر فكان بعيد جدا عن البصل، و البصل يعني محصور في النص. يعني لو في جزر في النص، يمكن في المرحلة الثالثة، ما يندري، خلينا نشوف. يمكن الجزر لازم تمر على الأماكن اللي قريبة من البصل. غير كده المراحل دي مو بس يعني سهلة، يعني ما في جيم بلاي. دورين فقط، احتمال فقط. لا لا، في هلا حبيبنا بالشباب، اتمنى ان تكون قد عجبتك اللعبة، نراكم في الحلقة القادمة. ما ادري حاجة اخذ دورك، فاردي لعبت 6 دقائق زي ما قلت. يعني الرسم والتحكم اوكي، الرسم اكشلي نايس ستايل الشيدر، بس اجين نفس مشكلة اللعبة السابقة، الماب ديزاين از نوت جود. ما في اوكي، الحين في سبب اني اقرب من البصل وما عادت اشوف اللون الاحمر. اكدنا الميوزك تغيرت بدي يلحقونه. هل ياكلون الجزر لما يلمسوه، ولا الجزر اللي يلحق؟ I don't know. maybe المرحلة الثالثة يعني زي ما تشوفون لازم اقرب، فصار في سبب يعني. It could be better. It's not bad. It's not bad experience, but it could be better. في تحسينات ممكن تنضاف للجيم. But it's good start. Good start. Good art start. بالتوفيق. Hopefully you do something much better than this in the next attempt. لو عندي وقت زيادة كان حاولت أخلص الجيم، بس next game. أو ما في منيو في الجيم، ما أقدر أطلع من الجيم. دائما حطوا منيو للجيمز حقكم. It's not a good إن لازم تقفل اللعبة بالقوة أو بالألت إف 4. Next game. Next game. نسوي ما نسوي حركة الترانزيشن، نسوي لكم ولا تزعلوا. اشتاقت ليلى. اوكي، نيكست جيم اسمها شوق الى الماضي من عبد الباري ال اي، سوري الاسم كان مكتوب بالانجليزي، يا حتى انا عبد الباري ال اي من لوس انجلوس يعني. فالشوق الى الماضي، اشتاقت ليلى الى الماضي بعد ان سمعت جدها يتحدث عن الارض الخضراء. اوكي، يعني هي سمعت لجدها وهي اشتاقت الماضي بس ما شافته يعني. عن الارض الخضراء القديمة التي، يعني كيف تشتاق للشيء وهي ما تعرف. anyway، الارض الخضراء القديمة التي كان يعيش فيها قبل تلوث العالم. وضعت ليلى شتة كرز في حقيبتها وملأتها بالتراب، واخذت معها اخوها مازن ليساعدها في رحلتها لعادة الارض السابق عهدها. من هنا بدأت رحلة فريدة من نوعها، ليست فقط ضد التلوث لكن ضد عدو اشرس يعرف اسم المصانع. Evil human. الوصف: لعبة شوق إلى الماضي هي لعبة بلاتفورم فردية تسمح للاعب بالتبديل بين شخصيتين، وذلك لحل الألغاز والقيام بوضعها، فلا تقضي عليه الشخصية الأخرى. Alright. القصة already قريناها. أغلب الرسومات تم استيرادها. سيناريو الذكاء الصناعي. على الأيام دي في ناس استخدموا AI لعمل الألعاب، ها؟ صياغة تصور الصورة كتابية يتم ينشئ. الوصف كتبه AI بعد هنا. كيفية العمل: صياغة تصور الصورة كتابيا تم ينشئها الموقع. ثم أنا شوي عامل الشخصية تم جلبها من مشروع قديم. So let's try the game. مع أني منزل الجيم بس ما متأكد، هذا اسمه Earth ليلى واسم اللعبة الشوق إلى الماضي. Is this the same game؟ ملاحظة مهمة: يجب تجربة نسخة الموبايل أفضل أداء. هاي اللعبة صممت لاستخدام أجهزة الهاتف. Wait a minute, this is not the right game. Give me a second. Longing for the best. Sorry. شغلنا اللعبة الغلط. لأن فتينا مسوها ليلى، ما أدري يمكن ليالي متوفرة الأيام دي.
توفى. ناس واجد اسم بنات واجد اسمهم ليلى، ما ادري. فليلى وليلى، ليلى وليلي، ليلي ليلي ليلى، رحم الله. ليتس جو. مخزن التطوير بالقرب من المخزن، اضغط على ايه. القفز بالسبيس، نقاط المهارة. زين، ف تغيير الشخصية اف. او بوي، ليلى اشعلنا قرب الغازات السامة يسبب انفجار. حلو العك تضغط وتقرب الكاميرا، يعني very very nice very nice. That's dangerous. مازن القوس يطلق سهامه. اوكي، بعيد عن المدى، يمكن تطوير من خلال شجر المهارات. اوكي، تقدر تعمل تدقيق على الكلام بعد ما تخلص الجيم، يعني تقدر تكتب الشيء بشكل أفضل. وصل اللاعب الثاني لمنطقة العبور، نو بروبلم. تحكم كويس، الانيميشن از نوت باد. الريبريزنتيشن للجيم از نوت باد. ليش قاعد في الصندوق بس كده؟ ما المومنتوم ينقطع لما تستخدم الشالوت في الهواء. هل في اي سبب ان اجيب مازن هنا؟ اوكي، ما ادري اذا كل واحد له طاقته ولا لا. يمدينا ندف اخته دفع للامام. اوكي، this is kinda bad. لما تبدأ تندف doesn't feel good. احس انه punishing بزيادة، but that's alright. انا قاعد احاول اخلص الجيم بسرعة. اوكي اوكي، I see you I see you. اوش، سبحان الله، ظل معلق فوق سعر. Wait a minute. Oh man. Okay, okay, okay. I got it. 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 Buzzly. Buzzly. Good. 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 إن في بازلز بس. الصندوق ما أقدر أدفه، أقدر أدفه. أيوه. جبت العيد. الشخص اوكي. يمكن لو اقفز مومنتوم اوصل. اوكي. والحل هذا الحل. زين، اوتوماتيكيين يقلب بين شخصيتك لما توصل عامل. Very nice very nice. That's what I'm talking about. لعبت اوريدي العاب بازلز في الحلقات السابقة، وما كان يعني في امور يقدر يعملها اللاعب كبازل. استعمل الحفرة الارضية للاختباء من مصنع الشرير. ليش من الصعب على كفرين؟ ترى مازن ما زال طاقته ناقصة. What just happened؟ عم تجعل مصنع يشفى على جفرات من تفجير قاس السمع راسه.
I have no idea what she يقصد. Oh, okay. كده يعني. يا ساتر، come on. اوكي، يمكن احتاج اطلق عليه او something. No. الا لا، الكفر يتهدى. اوكي، ما يحتاج حتى ان اوقف يعني في الحفرة. كفى عصعت عقو، فانتهى الوقت. بس ما لان الجيم it's kind of fun to play، يعني احس اني قاعد العب لعبة. So I'm going to actually finish the boss. ما ادري كيف اجيبها. اقدر اطلع باخت الجهة الثانية. لازم بسرعة وصل الحفرة قبل ما يتحرك. almost got me. استاهل، طمعت. وين بالي تفكير استراتيجي. لا، المازق كان مكانه كويس اني يكون في النص، بس جبت العيد انا وحركته. مشكلة موقع اختي يعني الحين افضل لو اعكسهم. اثنين يقدر يكونوا في الحفرة. اوكي، I don't know. This will take some time. أتوقع باقي عليه ضربة واحدة. زين، ديني أجيبه في النص. تاكتكس، نصبر شوي. طلعنا اخوه بالغلط، بس hopefully he's dead. alright، تم تدمير المصنع متسبب في تلوث الغازات. الان اجعل ليلى تغرس الشجرة التي بحوزتها. وين؟ تخيل نسيت معصى سيل. مر السنوات على استئصال المصانع والملوثات وغرس الأشجار. بالقرب من المخزن أضاف عليه فتح شجرة المهارات. أعتقد رجعنا الدور الأول. تغيير الشخصية، بس كأنه في ألوان أكثر. I don't know. Did I finish the game? I'm not sure. أعتقد I finished the game. So overall ولا في menu بعد. يعني overall it's really nice. Well done. يعني الجيم تحكم بسيط، كل شيء واضح. في شجرة مهارات which is over. يعني حتى بدون شجرة مهارات، حتى اني ما طلعت فيها، the game is good already.
ممكن نضيف على معاه زيادة، ممكن تكمل تطويرها and it will be really really nice. Well done عبد الرحمن. عبد لا عبد الباري sorry. Well done. Next game. Next game Earth ليلى. خلينا نطلع في الصفحة الحاجة. هذه اللعبة صممت باستهداف أجهزة موبايل، يوجد تجربة نسخة موبايل أفضل. أنا ما عندي إيميليتر، يوم جربت واحدة من الألعاب اضطريت أنزل إيميليتر لأنه موجود فقط على الجوال، بس ما عندي أي نية إني أفتحها من جديد. سخرت كل خبرتي بكل دقة للحصول على أفضل تجربة ويوصي أوردات، وحرصت على التزام اللعبة بالموضوع بشكل كامل. جميل، نبغى أني بتاتا عامل التسلية والاستمتاع ولا حتى الابتكار والإبداع. Again, you are telling us how good your game is. خلي لعبة كيل تتكلم عنك. لا تمدح نفسك بدون ما تدري وش القصة يعني. الأفضل اللي توفر معلومات عن الستوري أو الجيم بلاي. ولا قاعد ملاحظة مهمة. يعني هذا مو مكانه. قبل مو مكانه إنك تكتب أنا حاولت أفضل ما يمكن وأنا سويت كل شيء بيرفكت. مكانك تتكلم عن الجيم بلاي والقصة. مو مكانك تفتخر بشغلك، مو عيب انك تفتخر بين اصحابك وبين الجماعه انك سويت شيء، بس مو مكانك تحطه في الديسكربشن بيج. يعني قدمت مرئيات ورسوميات لا مثيل لها كلعبه موجهه للموبايل بشكل جذاب ومتناسق. اما المؤثرات الصوتيه فكان لها جانب خاص بالاهتمام، واخيرا دعم اللغه العربيه. So let's give it a try. مع انه قال لنا لا تلعبوها على الكمبيوتر، ولكن هاي نزلناه. يوجد تجربة نسخة موبايل. اوكي اوكي. بيت السيدة ليلى. اوكي زين اني اقدر اطفي الموسيقى، لان في ناس ما تفضل الموسيقى في الالعاب. فهو قال من البداية ان التحكم باللمس. Am I stuck in the first second? Oh boy. بعدها قالت الافضل جابوها على الاجهزة الموبايل. Because this is not good. بالماوس أبدا مو good. Let's try again. حتى الضغط على الزر البدء إذا كان ما هو highlighted ما بتضغط عليه، فلازم يكون highlighted. فanyway اهلا ليلى، انا سعيد وقعتك اليوم. والله ما دريت انها بنت اللي قاعد تحاكمها لان كان عندها لحيه. لا هذا شيدنج للوجه. اوه اهلا عام، ما هي اخبار المزرعه؟ قريبا سنبدا زرع الثمار ان شاء الله. بالمناسبه لقد سمعت ان اليقطين مطلوب في اسواق الخضار. ما هيك نزرع اليقطين؟ ما شاء الله قيام موفق. اخبرني من فضلك عندما ياتي بها البذور. لقد أتى سريعا. أخبرني عندما تنتهي من زرع اليقطين. بنيتي ليلى كيف حالك؟ على الأقل مو مبتسم ابتسامة شاحطة. بخير الحمد لله. قل لي ما لديك اليوم؟ لدي الكثير كما أنصحك بزرع اليقطين. الجميع ينصح باليقطين. خبر رائع، هل لديك واحدة؟ نعم، يمكن اختيار ما تشاء من القائمة. زين. بدور كذا، بدور كذا، بدور. ايه. لا يمكن بليس هولدر ولا الناس ما يغير اسمهم. بدور اليقطين 35 دينار، عندي 120.
اوكي اخبريني عن متى تنتهي من ساعة اليقطين. زين it's a mobile game فكل شيء اوتوماتيكي. هذه واحدة من اكبر كوارث في العاب الجوال. الايجنسي لما تعطي اللاعب اشياء واجد يسويها تصير اللعبة مرة تو كومبلكس، لانه صعب تتحكم بالجوال سوى اشياء واجد وهي كلها لمس، ولما تخليها مرة سمبل وكل شيء اوتوماتيكي تحس ان اللاعب ما يسوي شيء. ايوه I didn't mean that. Can I talk to him? After I killed him? No? هو قال لي اخوه اني اكلمه بعد ما اخلص من الزراعة. خلينا نكلمه. اخبريني عندما تنتهي من الزراعة. I did. يمكن يقصد الزراعة وحصد وكل شيء. نشتري يقطين الزيادة. ما يمدي اشتري اكثر من حاجة واحدة، انا قلت خليني اشتري شيء مختلف. كيف اسقي؟ I have no idea. اوكي. هذا جاء وانا ما عندي اي شيء جاهز. زين اطليس فيه نوع من البروجريسيف. الدلو فقط في ثلاث، فيمكن الدلو قدام اقدر اشتري واحد جديد يقدر يسقي اكثر من ثلاث. هوبفلي هو قال للمطور لي 70,000 مرة ان اللعبة افضل على الجوال. ما الومه لانه التحكم مرة سيء بالماوس. لو في المستقبل يبي يطلع الجيم على الجوال والبي سي، الافضل اني اعتني بحركة الماوس، بيكوز انا عن نفسي ما احب العب على الجوال. ولا اصلا يعني ما ادري اندرويد يمدينا ننزله. اوكي خليني اكلم اخوه لان اي هاف نو ايديا. مرحبا، هل تجمع احاصيل جديده؟ بالتاكيد بعض اليقطين الان جيد، هذا هو المطلوب. احضر لي 18 يقطين يا ساتر. اخبرينا ان بتنتهين من زراعه اليقطين. اوريدي زرعت اليقطين 18 حبه، يعني بلشت ازرع 6 زياده. هل زرعة يقطين في بوي واحدة نو بروبلم. ات ليست اتس ا جيم بلاي، ما قاعد اشاهد زيتون ينمو او اشاهد. انفورشنتلي الجيم بلاي معناه اني بالك تتحمل حركة الماوس. الشيء الغريب انك مداني ازرع يقطين جديد على اليقطين اللي قاعد يقوم، ما انتبه للشيء ده هو المطور. واحدة من الاشياء الجميلة انه حط تفاعل في الجيم، شخصيات تتكلم معاك. يعني معظم الجيم اللي اختبرته ما فيها هالشيء ده، واذا كان الشيء ده موجود فيه ما تحس ان there is more، ما تحس انه ممكن يكون more. هنا فاللعبة دي الحمد لله يعني المطور حط عناية في الموضوع ده. It feels like a game. بس استغرب لو عندي نبتتين مو ثلاث كيف اتخلص من الماي من الدلو؟ هل اقدر اتخلص منه بطريقة ما؟ مثلا لو اخذت الدلو بالخطأ الحين ما عندي نبتة ازرعها.
كيف تخلص منه؟ هل هذا الشيء جه في راس المطور ولا لا؟ Am I stuck forever with it؟ يمكن لو اقرب من نقطة ثانية ينشال. يمكن لو اشتري بدرة جديدة، بس وش صينه ما عندي فلوس بدرة. انا اشتري بدرة جديدة، خلينا نشوف. ما يمدينا اشتري شيء ثاني. لا ما زال. Did I screw myself؟ لا، من اجل الاختبار. I might screw myself. I might screw myself. ما ادري اذا في حدود الخريطة ولا لا، بس ما اعتقد في شيء زيادة يعني. So yeah, اللعبة تحتاج اختبارات اكثر. انا بدي اشوف ايش يصير لو تسلم له 18 قطينة، بس بسبب الاختبار. وين ما ليش معنا ده؟ اوكي معنى اللعبة it's fun. بعطيها اكثر من 6 دقائق نو بروبلم. الموقف انا حاط انه عشان احاول اختبر عدد اكبر عدد من الالعاب في الضربة واحدة، بس ما نام ان اللعبة يعني it feels it's a game. it feels انه في مجهود. ال something is going on. في شيء قاعدين نسويه. so it's نعطي اكثر من 6 دقائق واشوف ايش يصير لو ما سلم ال 18 يقتينا فجأة كذا. دائما يجيني شعور اني انا ناسي ما اسجل، او في شيء صاير، او الميكروفون طافي، او الصوت تو ماتش. احتمال الصوت شوي تو ماتش. اللهم يعني اذا بقول في عيب في الجيم بلاي انه ما في اوبشن ثاني، لازم اسلم 18 يقطينة بالضبط. يعني سلبت ليمتد، يعني كل اللاعبين لما يبدا اللعبه دي كلهم لازم يسوون نفس الشيء، ما عندك اوبشن اخر. اجين لعبه جوال، لعبه جوال للاسف الشديد. يعني لقط الفلوس في وجهي. لا مع السلامة ولا شيء. ماشي. مرحبا عامر، لقد أحسننا صنعا. تمكنا من بيع اليقطين. أفكر في زرع الملفوف، ما رأيك؟ لا لا أظن سنفعل ذلك. لما لا؟ أنا مطور لعبة مزنوق في الزنقة ولا يملك وقت لكمال التطوير. أنا النزع الملفوف وما يتمكن المطور بفوز بالمسابقة. سأذهب لأرتاح قليلا بينما تنتهي الزنقة تلك. عالم قادم، من يا ترى؟ اوكي this is interesting. انا مطور اللعبة بكبر هو. مرحبا ليلى، انا احسان. انا وسند، تشرفنا. ليش جاي وجهك كذا في النص؟ لقد تمنيت لو انك كملت بناء اللعبة حتى النزع الملفوف. لا عليكي، بس مغطي وجه. ساحاول اكمل التطوير بعد الزنقة. شكرا جزيلا على تجربة اللعبة. فاين. انا انزعج من العاب الار اتش بي جي لما المطور يدخل نفسه في الجيم، لكن فاين ما في منيو للخروج. اتس فان اتس فان، بسيطه، الهدف واضح جدا، ما تحتاج تلف يمين يسار. في شخصيات وان كان وجوههم مبتسمه تجيب الكآبه بالنسبه لو تسالني. بس اتس فاين. العاب زي كده اذا بتعتمد على الستوري والبلوت تحتاج كثير من الديفلوبمنت، خصوصا ما في خيار. يقطين ازع بالضبط 18 سلمهم وخرس. على الاقل تجنب الخطا ان بسق الزباله او التراش. انا توقعت اني عملت لنفسي سوفت لوك، بس زين المطور
حاطه في بالي الشيء ده. Well done. ان شاء الله تكون لعبتك الثانيه اذا تحط نفس العنايه في الجيم it will be successful hopefully. طبعا جانب واحد نتعمل لعبه جيده، جانب البزنس قصه ثانيه، التسويق، الوصول للعبه، التوقيت. بالتوفيق. Hopefully you will make a very good game. Very good games في المستقبل. Next game. حديقة التحديات. خلينا نطالع في الصفحة. من جمال عماش. جمال عماش. خلينا نشوف الاسم. إلى بالانجليزي. يا جمال عماش. I don't know كيف تنطق كلمة AMCH. عماش. ممكن تكون عماش بس عماش اي ام ام بس anyway. انت في نزهة في حديقة التحديات، عليك بلوغ القمة معبوطة واتمام مسابقات التي تدور حول الشجرة. شجرة تحديات. what's going on here. والبيئة النوع من التحدي والتعلم. التحدي اعتقد بالدال. اجمع النقاط واجب على اكثر عدد من الاسئلة. don't forget to start me start me on GitHub. Sure. ما اعتقد في داونلود للجيم ده، فلازم نلعب على البراوزر. انا ما شفت زر داونلود. So let's give it a try. Okay. بدون كلام بدون مقدمات نقطعنا في النص. حديقة التحديات. اوكي. ما ليش الشخصية تزيح لما توقف عن التحكم. No problem. قاعد اتحكم كأني هوفر شيب، ما هو كأنه شخصية انسان. مع انه في صوت مشي بس. ترحيب. اضغط انتر للتواصل. ما حبك ان كنت تبحث عن لعبة مليئة بالتحديات فانت في المكان المناسب. بصي يا مادات. اسم جمال. انت من المحظوظين. محظوظين بحرف يا اللي اذا كان هذا شكل الضاء. في حديقة التحديات. هل انت متحمس؟ بعض الشيء. لا. لا تقلق ستشعر بالحماس بعد قليل. هل انت من محبي الاشجار؟ لا. لا بأس. الاشجار ليست مفيدة للبيئة وحسب. ليست مفيدة حيث ان لها اثار ايجابية علينا نحن البشر ايضا. وتظهر الابحاث ان العيش بالقرب من المساحات الخضراء وامكانية الوصول اليها محربك في السعودية في الربع الخالي. يمكنك ان يحسسنا يشعرنا. I don't know. الخط مو واضح 100%. الصحة البدنية والعقلية عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع والضغط النفسي على سبيل المثال. تعد الأشجار وسيلة هامة للتخفيف. هذا التحديات والمنافسات. قراءة الخط بشكل واضح. والصبر من ان ما تنام من الملل وان تقرأ المعلومات الثقافية عن الأشجار. من وضع التغيير المناخ وتحسين جودة الهواء مما يجعل المدن أماكن صحية أكثر للعيش فيها. وتعتبر ضرورية أيضا الأماكن ذات المناخ الدافئ. وفي الواقع من شأن توزيع الاستراتيجي للأشجار في المدن أن يساعد على تبريد الهواء مما يتراوح بين 2 و8 درجات مئوية مما يجعل حر المدن الرطب أكثر احتمالا. وتعتبر الأشجار الكبيرة ممتازة أيضا لامتصاص غازات المنافذ وتصفية الهواء من الجسيمات الدقيقة مثل الغبار أو الأوساخ أو الدخان عن طريق احتجازها في الأوراق واللحاف. استمتع برحلتك في حديقة التحديات. استمر في الصعود للأعلى واتمم جميع المسابقات. أوكي جمال. Thanks for the lecture. I guess. Wink. في عندي 0 نجمة. So far أكبر تحدي هو الصبر على قراءة المعلومات عن الأشجار. وإنه ما عليك في ال ليش ما أقدر أروح قدام فجأة؟ أوكي.
فجأة شخصية ترفض انها تتقدم وتنط. Seriously? يا لما تقفز صعب انك تتقدم، فيمباك ترجع وتقفز، ولما تتقدم قبل ما تقفز. اوكي فتحتاج مومنتم اول. ايوه على حسب المومنتم قبل ما تقفز، القفز اتجاه يكون. اين قام يسألني عن نفس المعلومات تريفيا اللي قاله جمال. I'm going to close the game لأن ما أعتقد أي إنسان طبيعي بيكون قاعد من النوم بعد ما قرأ اللكشة حقه. هاي لا قرأ أصلا. ما حد بيكون في لعبة الألغاز اليوم. نشاط اليوم سيكون عن زراعة الأشجار. Oh, ما هو النشاط الذي يتضمن زراعة الأشجار؟ الصيد. لا ليس الصيد في هذا النشاط، نحن نزرع وليس نصطاد. ما هو؟ نعم صحيح، ما اخترت انا اختيار ثاني. الفلاحة في الإجابة الصحيحة. زراعة الأشجار هي نشاط بهدف إلى زراعة الأشجار المزاربة في الحفاظ على البيئة والتعزيز والتوازن الانفايرمنت. ما هي الفوائد البيئية لزراعة الأشجار؟ الحد من التلوث البيئي، مساعدة الأرامل، مساعدة الأرامل، مكافأة الإرهاب، وقاية من الزلزال. اكشلي اسمع اسمع النظرية حقي. انت تزرع أشجار تحت مكان مدني، بعدين يجوا ناس يحرقوها، مكافأة الإرهاب. لا خطأ، هناك فائدة البيئة لزراعة الأشجار، تحسين جودة الهواء. I'm sorry but I'm getting sick of reading of this. ممكن لو لعبة أطفال، بس الأطفال ما بيقدروا ينطون حول الحواجز بالطريقة دي. والله ما anyway ما هي مناسبة لعمرهم تحت 5 سنين اللي أقصده. ما هو العنصر الرئيسي اللي يحتاج شجر النمو؟ كهرباء. هذه أول مرة. يا ملح، الملح مفيد جدا للحشرات. مفيد حشرات، زيت، فلاح، مفيد حشرات. اوكي نعم صحيح، ما هو العناصر الرئيسية. ما هي الفاكهة اللي تنمو على الأشجار وتستخدم في إنتاج الزيت؟ البطيخ. نعم صحيح، الزيتون هي الفاكهة التي تستخدم في إنتاج زيتون. ما هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها شجرة النمو والتطور بشكل كامل؟ على حسب الشجرة، تتراوح بين الشهر إلى 5 أشهر، من 6 إلى 20 يوم، 10 إلى 20 عام. انت ما قلت وش نوع الشجرة. الى صحيح الفترة تختلف، لكن هذه احدى الاجابات الصحيحة. ما هي احدى فوائد زراعة الاشجار في الحضرة؟ تقليل حوادث السير. ما هو الغاز الذي يمتص الاشجار خلال عملية تنفيذ ضوئي؟ غاز الاوزون اكيد. ما هي الفائدة الاقتصادية للبرامج زراعة الاشجار؟ توفير فرص عمل، حماية الفرشة المائية. ما هي الشجرة التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية بزراعتها؟ الموز، 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 معنا في 2 موز. الصراحة السعودية مي مشهورة اللي بالموز، يعني بدون الموز ما هو مصطلح يصف العملية التحول؟ توك نذاكر المعلومة دي. كيف تمثيل أخضر بدون شك. Are we done؟ الشجرة المعروفة منها رمز وطن الولاية المتحدة الأمريكية. تعرفوا شو المسقرة؟ ما أعرفها بالعربي وش تكون. الولاية المتحدة الأمريكية ولا كندا تقصد؟ ما هو المصطلح الذي يشير إلى تقليم فروع الشجرة لتحسين شكلها ونموها؟ وثاني وش دخلنا إحنا في الولايات المتحدة؟ هنم لحالهم. هو المصطلح الذي يشير لتقليم فروع الشجرة لتحسين شكلها ونموها؟ التقطيع بدون شك يعني. ترى في سؤال ثاني وطيرتنا، لأن بعض الأحيان أقول لك اختار من جديد، بعض الأحيان أقول لك لا. اللي يصف عملية زيادة أحجام الغابات بطريقة غير مستدامة، التضخم بدون شك.
ما هي الشجرة التي يستخدم خشبها في صنع الأقلام؟ أوكي، هذا أنا ماني عنه، بس تعمدت إني أختار اللي توقعته وطلع صح. المفروض أختار الإجابة الخاطئة عشان أكون consistent. ما هو العنصر الذي يكون جزء أساسي في التربة ويعزز نمو النباتات؟ الفضة، نيتروجين، الكسوال، الأكسجين، الموبيلات، البلاستيك، actually يمكن بعض انواع لا ما انواع النيتروجين لا وش هو كزوال to be honest I'm not sure بس ما اعتقد الاكسجين ما هو ملح ما هو فضة ما اعتقد نيتروجين لان اصلا نيتروجين من الغازات اللي ما تفاعل يعني المبيدات لا مو شيء مفيد بلاستيك get the hell out فأتوقع الكزوال لا فما أدري to be honest really nitrogen okay طلعت أنا سبال ما أدري النيتروجين مهم في التربو ما هو المصطلح اللي يصف حالة عدم وجود الأمطار فترة طويلة جفاف I'm getting sick I'm sorry أنا ما أدري إن اللعبة تريفيا it's taking forever ما هو مصطلح يوصف تحول طبيعي لجو النباتات في فصل الخريف اوكي كان اي كونتينيو كان اي جاست اغنور هيم ما بيك في سابق الصور الاشجار سنقترب من معرفة باسماء الأشجار. I'm out. اوكي فأعتقد هاي نهاية اللعبة. في الحقيقة بكون مرة فأشوف لعبة الأشجار لأن ما عندي خلفية أشكال الأشجار. أوراق الشجر مع خالد. So لعبة تريفيا بس بسبب ما حاط لك الباد بلاتفورمينج يعني انا اتوقع بيكون وي دينت نيد ذس وي دينت يعني الالمنت لعبة بلاتفورمينج بس ما هو بلاتفورمينج وتريفيا اي نو انك بدك تعمل شيء اضافي للاعب It doesn't fit للأسف يعني وش يصير له اللاعب ما أعرف للقفز الأحمق لأنه يبالي مومنتم وما يقدر يوصل فوق أصلا لأول واحد يعني وش الفايدة إنه في اللعبة أوكي اللعبة تريفيا مي مشكلة صح إحنا مللنا بالمعلومات الاقتصادية بس أنت بتسوي لعبة تعليمية No problem ليش ما سميت اللعبة لعبة تعليمية عشان ما نطيح في الفخ تجربتها قبل ما نطيح فخ تعليم ممكن لاعب يبي يلعب لعبة تعليمية يعني المفروض تكون لعبة واضح انها تكون لعبة تعليمية فمجال البلاتفورم مش مسلي وما هو simple enough عشان تكون لعبة تعليمية اذا كنت تبي بلاتفورم This is not it. لعبة ألعاب تعليمية قديمة بتشوفنا البلاتفورم سهل لأن الألعاب التعليمية تكون توجهها للأطفال. And I don't know. It doesn't fit. إنه من الصعب على فكرة يعني لو أنا ما عرفت كيف المومنتم شغال ما بيمدينا يركب فوق. ف This is not good. This is not good. أعمل شيء غير كده. ثانيا اللعبة التعليمية اوكي هل اعطاني علامات هل النجوم علامات كم سؤال جاوبت صح ولا لا I'm not sure يمدينا احقر وامشي يعني استفدنا يعني ما في بروجرس مثلا لو جاوب 5 اسئلة يمديك تتقدم وانا جاوبت ما يمديك تتقدم بس it's a good attempt it's a good attempt انك تعمل لعبة تعليمية والامور دي تاخذ وقت لتحسينها
ما يمديك 3 ايام، يعني المفروض العاب تعليميه. انا ما ادري كيف تسوي العاب تعليميه، بس اتوقع اذا تبي تسوي لعبه تعليميه يبي لك تختبرها عند الاطفال، تشوفها هل الاطفال بيفهمون يركبون فوق عشان يقرون ويسنون ولا لا. يبي لها اختبارات يعني مطوله بعد، مو بس اختبارين. انا اشوف البلاتفورمينج المفروض يكون 2D، والمفروض يكون ما هو كده يعني الطب وتطيح وتركب، ما في دافع اصلا اللاعب يركب فوق عشان يقل كثير من الاسئله. ما في دافع انك توقف عند اي واحد منهم. النجمه لحالها سنت اناف، ما هي جائزه كافيه للاجابات الصحيحه. والمفروض ما يعطيني عنها من لما جاوب غلط، يمكن يقول لي وش المعلومة صح ولا لا. بس والله شيء مثير للاهتمام ان الواحد يحاول يعمل لعبة تعليمية ولعبة ثقافية تتعلمون اشياء. انا من نفسي ما تعرف النيتروجين مثلا تحتاجه في التربة، وان كان يعني ما انا مزارع، بس it's nice to know you never know. بس يا اشوف ان البلاتفورمينج اما يكون اسهل وما ما له داعي. وثاني شيء خلي بوضوح ان اللي جاوب غلط ما تعطي علامات. الشيء الثالث خلي بوضوح اذا جاوب جوابه انه يصير انه انيميشن او سمثينج يقول لك هي انت كسبت علامه انك جواب صح، واعطي جائزين للاعب. يمكن انا لاني ما جربت لاني ما فايق اقل زياده، لاني بختبر عده العاب زياده غير كذا. بس هوبفلي يجي جائزه اذا جاوبت كل اجوبه صح، او اذا جاوبت عدد معين صح، عشان الواحد ودات الاطفال يعني يرغبون بالتعلم اكثر، وان كان عشان يوصلنا الهدف الجائزه. انا كل حال على كل حال جود افورت. قدامنا 200 لعبه زياده نختبرها، فشكرا للمتابعه، نراكم مره اخرى.